على الجرب كيس كل الجناي أيو كفوق صدي وحو وذا إله إلى هذا السي وحو وذا صوره جل عير مكو صور كفوق على إله كقاطة أنتي بمرد عين قري وأمانك كقاستي حبضوا وضنها كل فتي على إنك يا ميشو وده وابعني جيس كلاتني وهو أكتيسة ميشا فيديو يالي وعسكري دوم وأصلا ونادي ماني ميشا إيماني alankii ameeshin kan ka gaati oo ku dejistay alankii ninkan soo socday marxuumku waa ka fujistay markii ninkan asoo fadhiyo amaan u jirti ana ku goodi amaankii aan ka heray waa socday markaas amaanka markaa ka heray oo kan kalana wuxuu dhay alanka ana bas kale ma hay rabta alankan ma hadii leedahay adin ma lihi waay markaas ninkan وأنا أمان كيري وأكتا يعني مرك هاكا أمال طوان سكن أمال لا يعني كجيرتي إن كان وحودا يا مرك تاكو داشا أدي ما حالا كيو غبسن كرت مرحوم كاداي إن كان مرك وأوستا يا مان وفرتي أو يو يا مرك أدي نينا أبدو أكو ياش حالا كيو الورواس كلا شافي وأنا كغادي مرحوم كو أكاداي ميشي أديك صولاوني إن كانو فيديو غاتا علن او ما دغسناسي فيديو اب ان لهايا او ملينا لو ديس غربوت سالا علن كو ما دغنو فيديو كدا فيرس ماركي دمبنا علن كورا واتي ودا انا اسكله ساسي او دن انا دي كدا اسكو كو ها بناي سيدارين الشافي إمتك كلو لو ده هذا مكان إمام مرحومك أنت أنا دم ما نقول ده نقول سوريان دم أنت وحقوق السنين بركة عيد حقوق دوس مريديو وبكي حقوق دك بركي حاجة سيلة تجي أيوة على قاعدة صورة أو سيلفي كبعد على سكدو فيديو كو أنت أنا دم يا لقني بلعب فيديو على سكدو وي سنة هاي أسكر كله كبعد على تجي بيرتي صورتي على جاي وبر عن بقى أنت لك صار وبيك كبعد صورة ما قلت واحد سكت دبي سنة شافك ما هو قدومي قصور يال مرحوم كايو حبتي فأنا هذي توتا يسولك عادي كتوتا فأنا سوى حرام يعني عرب وروح حرت قلبك وصماري كبعد واحد سكت دبي فيديو واحد سكت دبي هاي يعني أضم خاتي ما خلوني هذا شافعي يوم مرحومك لو كان حافر لي هذا ساعة أو كفر لي عند ملك لو كفر لي أو كيال حقوق مدو كذب مرحوم بحق الله عي عرنك ساعة ما هو عرنك ساعة كم وقت فيه واقع يعني عرنك مو كده على حق هذا هاي هذا ساعة كبعد حسب هذا مرحوم كله هون حريست محدين نحسم عني بحي عني يسي ويري عني بوقف شذي مك مرحوم كي حقوق حرت جرب كيس مرحوم كان سكر عرنك السنة ما كده كان وزيادة عشان ليه سدح تمر بشي لحد بحاول ديوان حسابات ودش على هاي وحي حمد الله فقط أنا بوقف سويا أنا كأنا سكر بجري كده ما قعدت كي قوتي وكده عفلك مركز هذا في دوجي وهكذا بلبرد أروح وعي مقاطع مخن وحنا كنت لي سنة شابك بقاس على كده هاي وحيز دكتور في دوجي ما أنا كاس كده بتين بقاس على كده واسكت دي لدو جري لما أنا عكوس طريقة هاي العاقة ودري وحنا سنة شاب قرار هاي قبت القد له ودوه قرايس كانت بيك waa soo dhiibtay fiidiyowgi waa isku dir xadir xilalinta ma gaatay goobti aan tii geedka cambaha aan ka soo qaad sawir marxuumku aanan qaad gudib qorii soo qabsay sanaha laba baarto wax ku dhiftay marxuumku xamada wuxuu dhacay qort waxa ka baxay galabka dambe waxa ka sidaa baxay geedka cambaha si aad ka muuqato sawirka ee sanaha wuxuu kala ma sheegay beent ah in xamada gafagta uu yiri uu yiri yadaa si wax fiili aan kana iskare waxaan waxaan isdhaaxay maqaatiyal waxaan u sheegay inuu si bari aad u dilay anaka uu lahaa marxuumka si aad ka muuqato fiidiyow cadeynta aan keenay aan ku rajay xafiis xiraaninta mudan gudoomiga soo riyal marxuumka abdu xuseen akooy toob bish wuxuu noolaa 24 saacadood wuxuu geeriyooday intaa ma keen 12kii bishii lixaad wuxuu ku geeriyooday saaka ciidanka xubnaha Soomaaliyeed mudan gudoomiga soo riyal markaas ee kiiskan baartaan ku sameeyay markii aan ka qoray maqaatiyashii markaas asiga wareystay mudan gudoomiga soo riyal waxay soo baxday in eedaysanay dabli xooga Saalax Maxamed Maxmuud
وصي بريرة أودري مرحوم أكس دبل حوجة محدين حسن معلن وأودري أنا كي وحنا قربك وصمارك هذا بس إذا أصدرتت مدن قدومي قرصوا يا المحكمة تشرفت له سي أي أقوى أنا قاتان هو اللمت كأسارة أكو فكرة يا إن أي جيستان دل معنا ضراء ما دام أن كان أي عضيمة كستاء محكمة دو أيو ما دام صالح أو يهاي قرال إن أو جيستي دم بجاس كسنا أو جيستي ما دام أن كان أي قريجي دل كل جو جيستي ما دام أن كان أي مرقاتيال نول محكمة دهورت هذا أو عضينا يا أسبابته يا سببته أو دل كأو داعي مدن قدوم يقر صار يا المحكمة شرفت له وحن محكمة كعد صنعنا إذا يصنعها محكمة هرفة ليه صالح محمد محمود إن أي محكمة كوع كنت آيضها أنكسو إذيني إيه قضب أنكسو إذيني إيه آيضها كوع صن إيضا سي أي أقوها نقاطان من قابياشا كوفي كرايا إلي معنى درق كو قويان قف إسلام نفتيسة oo san u dhicin in lagu dheeldheela dhiga bini aadamka iyo dhiga geesiyaasha ciidanka qalabka sida hadaba siyaas darteed maxkamad sharaf tale wama san tahay bilahi toofiq qofka ciidanka markii la toobara waxa la toobara cadawgiisa inuu iska difaaco saaxiibkiisa inuu iska difaaco cid walba oo naftiisa maanta soo weerarto inuu iska difaaco qofka ciidanka la toobara siyaas darteed marxuumka asaga wuxuu sameeyay ninka saaxibkiisa wuxuu ka qaatay calankii wuxuu isku dayay inuu ka celiyo wuu ka diiday waliba wuxuu isku dayay inuu qori doonto marxuumku markaas wuxuu eedeysanay wuxuu awooday ninkaano si socod inuu inta ka toogto ma sameeyay qorigiisu wees ninka markuu eeso qorigiisa oo soo qaatay oo eedeysanay lug soo aadiyay wuxuu ku qasbanaaday naftiisa inuu difaaco si waafaqsan qodobka 34 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed saas darteed marxuumka asoo soo jeedo oo qoriga ninkaasa u haayo eedeysana wuxuu u qasbanaaday naftiisa inuu difaaco sidaas darteed xabada oo kulid waxay kaga dhacday qaybta hore waxayna ka baxday qaybta dambe markii intaas laga soo reebo Soomaalida dad ehel iyo qaraawo waayo waxa dhacday dhinaca waliyu damka ee dhinaca eedeysana familkiisa waxay galeen wada xaajood nootaaye tagen waxay ku heshiyeen inay diig kala qaataan xafiiska xeer ilaalinta markii loo fiiriyey faldambiyeed ka dhacay laba dhiban oo leeyahay dhibanaha asalka waxa waa dhinaca waliyadamka dhibanaha laba sharciga oo tilmaamayaan waxa waa qaranka Soomaaliyeed xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida wuxuu matala qaranka Soomaaliyeed laakiin waxyaabaha laga waxa kamid ah dhibanaha asalka ah ee maxkamaddu inay u soo gudbiyaan maadaama ay u soo gudbi waayeen anaga dhibanaha asalka ah ama waliyu damka sababtoo ah falka hadda dhacay dil waay dil markoo dhaco natiijada ka dhalanayso waxa waa waliyu damka saddex arin midkooda u furan inuu dil dalbado inuu iska cafiyo iyo inuu diiqaato sidaas darteed labada famil way wada tageen meel ay wada fadhiisteen way wada hadleen dhinacan eedeysanaya familkiisa waxay ku qanciyeen dhinaca kale oo waliyu damka inay diig qaataan sidaas darteed waxay tageen nootaayo waxay kala qaateen diyo ama waxay ku heshiiyeen diyo maxkamadda adeega ogolaato mudan gudoomiye waxa rabaa inaa warqadda heshiiska soo gudbiyo maxkamadda sharafta waxaa ku codsanaynaa eedeysanaya inuu xurriyadiisa celiyo maadaama dilkan oo u galay qaab difaaca nafsi si waafaqsan qodobka 34 maxkamadda ma santa hartaani ninka ninkeen si barar uma hadlin horta ninka qoray markuu ii qaaday ama sideed ficnaa qoray soo qabsa way ugu qabiyaan ninkaan wuxuu yiri qoray muwada inuu yiri wuu dil haddaa dillaa markuu sii socdo qoriga doonaya dillaa ani markaasna qoran markuuaas qorigaysa ninka waa kuubi ilaa qoray soo qaad qoriga ka bacday ana xabad ku dhuftay qoray way soo qaaday maxkamadda waxaa ku cabsaa maxkamadda waxaa ku cabsaa inay cabs internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاشة